طلب الثالثة ثانوي، أهلا بيكو. هنحل النهاردة السؤال هوم ورك 3 مع بعض، الجزء الخاص بالأبنديكولار سكيلتون، وهنخش على اللور ليب أسئلة المعاصر. شوف أول سؤال بيقول لك وات ذا توتال نمبر اوف فود بونز ان وان ليمب ان هيومن، عايز يعرف عدد العظم اللي موجود في الوان فود. احنا عندنا في الهند 27 عظمة زي ما احنا عارفين من المرة اللي فاتت 27. طب الفود فيها كم عظمة؟ فيها 26. طب ايه الفرق يا مستر بينها وما بين الهند؟ احنا كنا قايلين الهند ال 27 عظمه دول عباره عن 8 في الريست اسمهم الكاربلز، وقدامهم 5 اسمهم الميتا كاربلز، وبعديهم ال 14 فالانجز اللي هم العقل بتاعتنا. طيب ال 26 قال لك الريست عندك ما يقابله في الرجل حاجه اسمها الانكل، الانكل ما فيهوش 8، في 7 عظمات كلهم صغيرين ما عدا واحده بس اسمها الانكل، بعد كده 5 الميتا تورسلز، بعد كده الفورنتين فالنجس. فاللي بيفرقنا هي عظمه واحده بس، ففي الهند عندنا 27 لكن في الفوت عندنا 26، يبقى اختيار سي هو اللي صح. السؤال اللي بعده رقم 2 بيقول لك which of the following parts differs in the numerical symmetry between the upper and lower limb. limb بيبقى فيه حاجه اسمها numerical symmetry، يعني اللي فوق هو هو اللي تحت. مديك اختيارات، عايز يقول لك مين فيهم عنده النيوميريكال سيمتري ده ومين لا. تعال نشوف اول حاجه في الاختيارات، بيقول لك الفور ارم والشنك هل ما بينهم نيوميريكال سيمتري؟ ايوه يا مستر في بينهم نيوميريكال سيمتري، على اساس ان الفور ارم هو اللي فيه عظمتين بس اللي هي الريديوس والالنا، والشنك اللي هو الجزء الساق اللي تحت في اخر رجلينا اللي هو بيبقى فيه قصبه رجل فيه برضه عظمتين اللي هم التيبيا والفيبيلا، يبقى هنا في نيوميريكال سيمتري. طيب الهاند ريست اند فود انكل هل في بينهم نيوميريكال سيمتري؟ لا، انا لسه قايل لك ان الريست فيه 8 عظمات لكن الانكل فيه كام؟ فيه 7 بس، يبقى الاختيار هنا هو اللي صح هو بي، لان هنا مفيش نيوميريكال سيمتري. نيجي بقى عند سي، هل الهاند بالم اند فود في بينهم نيوميريكال سيمتري؟ برضو هنا في نيوميريكال سيمتري، لان الهاند بالم هو الخمسه ميتا كاربلز 5 عظمات، وعندي في الفوت 5 ميتا تورسلز، يبقى هنا في نيوميريكال سيمتري، وفي دي الهاند فالانشز هي اللي في الفوت، هنا 14 وهنا 14، يبقى برضو هنا في نيوميريكال سيمتري. يبقى الحاجه الوحيده اللي بتكون ديفرنت هي بين الهاند ريست والفوت انكل اللي هو اختيار بي. In which are the bones of hand rest similar to the bones of foot ankle؟ عايز يعرف الهاند ريست بونز اللي هم الثمان عظمات والفوت انكل اللي هم السبع عظمات متشابهين مع بعض في ايه؟ هل هم متشابهين في العدد؟ في العدد؟ لا طبعا، انا لسه بقول لك دي 8 ودي 7. هل هم متشابهين في الاستراكشر؟ ايوه، نوع الفيشو نفس شكل العظم اللي هيكون هنا هو اللي هنا واللي بيساعد على اخر، اللي هم متشابهين في الاستراكشر. طب هل هم متشابهين في الشيب؟ لا مش متشابهين في الشيب. ليه؟ لان انا في الوصف بتاعي في الريست او في الكاربلز انا قلت لك ان هم 8 سمول بونز مرصوصين بشكل صفين، لكن بالنسبه للانكل انا قلت لك ان هم اول ار سمول بونز لكن شكلهم الريجولر، وفي نفس الوقت فيهم واحده كبيره اللي بتكون لي الانكل. هل هم متشابهين في السايز؟ برضو لا، قلت لك هنا في واحده كبيره. يبقى الحاجه الوحيده اللي هيتشابه فيها الهاند ريست بونز مع البونز اوف فوت انكل هي الاستراكشر. بيقول لك if the number of bones of the upper limb equal x what is the number of bones in the lower limb. بيقول لك لو عدد العظم اللي موجود في الابر عندي في دراعي بيساوي x، طب كم هيكون عدد العظم اللي موجود في رجلي؟ ما انا عارف ان الدراع فيه 30 عظمه والرجل فيه 30 عظمه، يبقى لو العدد ده x هو بالظبط هيكون في اللور يبقى برضو x، يبقى الاجابه هنا اختيار A. بيقول لك in which are the bones of hand palms different from the bones of foot، عايز يعرف الهاند بالم اللي هي كف ايدي دوت العظم اللي فيه مختلف عن العظم اللي موجود في الفوت برضو اللي هم الميتا تورسنز، مختلفين مع بعض في ايه؟ هل في النمبر اوف بونز؟ لا مش مختلفين. ليه؟ لان انا عندي هنا 5 ميتا كاربلز وعندي تحت 5 ميتا تورسلز، يبقى متشابهين في دي. هل اللينث اوف بونز؟ نعم، يبقى هنا اللينث اوف بونز هم مختلفين فيه، لان انا عندي تحت زي ما انت بتشوف اللينث اوف الميتا تورس بيكون طويل شويه بيكون لي مشط الرجل،
يبقى اللينس اوف بونز مختلف في الميتا كارب من ميتا كاربلز عن الميتا تارسل. هل مختلفين في الاستراكشر؟ لا مش مختلفين في الاستراكشر، الاستراكشر واحد. التايب اوف سكيلتون تو ويتش ذي بيلونج، هل هم مختلفين في نوع السكيلتون اللي هم الاثنين بينتمئوا ليه؟ لا برضو، ما هم عندنا تو تايبس اوف سكيلتون، اكسيال سكيلتون وابنديكولار سكيلتون، فدي موجوده في رجلي ودي موجوده في ايدي، فهم الاثنين تبع الابنديكولار سكيلتون، يبقى برضو هم مش مختلفين في التايب اوف سكيلتون تو ويتش ذي بيلونج. يبقى الاختلاف الوحيد هو في اللينث اوف بونز، طول العظم بس. رقم 6 بيقول لك وات از ذا نمبر اوف ديبريشن ان ذا ابنديكولار سكيلتون. انا عارف ان الابنديكولار سكيلتون بتاعنا فيه تو ديبريشنز فوق واضحين جدا اللي هم موجودين في الشولدر. انا عارف الشولدر في عظمه اسمها الاسكابيولا اللي في نهايتها بيكون في تجويف كده بيركب فيه عظمه الهيومنس اسمه الجلينويد كافيتي، هنا وهنا، يبقى دول اتنين. وعندي في رجلي تحت برضو تجويف بيبقى موجود في الهاف بيلفيك جيردل اللي هي العظمه اللي بنقول عليها الهيب بون، دي بيركب فيها الفيمر بيكون لي حاجه اسمها الهيب جوين، فبرضو دول تجويفين اسمهم الاسيتيبيلم. يبقى انا عندي اتنين فوق في كتفي اسمهم الجلينويد، وعندي اتنين تحت في البلفيس اسمهم اسيتيبيلم، ناقص اتنين. الاتنين دول موجودين فين؟ موجود في الالنا. احنا قلنا كده ان الهيومرس بيجي يركب في الكافيتي اللي موجوده في الالنا فبيكون لي مفصل الكوع. يبقى انا كده عندي كام ديبريشن؟ عندي 6. الاختيار سي هو اللي صح، 2 جلينويد و2 اسيتيبيلم والاثنين اللي موجودين في الالنا اللي هيركب عليهم الهيومرس وهيكونوا لي الالبو جوين. بيقول لك which of the following bones is not from the flat bones. مين من الاختيارات اللي قدامك دي مش هنقدر نوصفها بان هي فلات بونز؟ كلمه فلات معناها مفلطح، تمام؟ فلات بونز زي الاليام، الاليام دي اللي موجوده في البلفس في الناحيه الدورسال من فوق اللي هي برضو شكلها مفلطح، فدي نقدر نقول عليها فلات بونز. الاسترنم العظمه اللي موجوده في راس الكيدج في النص اهي عظمه مفلطحه، انت لو حطيت ايدك عليها اصلا هتفرق ان هي فلات. لكن العظمه اللي مش هنقدر نقول عليها فلات هي التيبيا، التيبيا دي العظمه الطويله اللي هي قصبه الرجل البارزه شويه. واخر حاجه الاسكابيولا اللي هي بنقول عليها تريانجلر فلات بون اللي موجوده في الشولدر من ورا، يبقى كل دول نقدر نقول عليهم فلات ما عدا التيبيا بس. يبقى اختيار سي هو اللي صح بالنسبه للسؤال رقم 7. يقول لك which of the following arrangements of bones is correct regarding their length from the longest to the shortest. مديك ثلاث عظمات اهم قدامك اللي هي الهيومرس والفيمر والالنا، وبيقول لك رتبهم لي من الاطول للاقصر. مين اطول عظمه في جسمي؟ الفيمر اللي هي موجوده في رجلي من فوق، اطول عظمه هي اللي بتوصل من الفخذ لحد الركبه. بعد كده العظمه اللي هنا عظمه الهيومرس اللي بتوصل من الكتف لحد تحت في الكوع الهيومرس. بعد كده مين؟ الالنا، الالنا اللي هي راكب فيها الهيومرس وهتنزل تحت لحد اخر ذراعنا. يبقى الترتيب الصح هي فيمر هيومرس النا اللي هي اختيار سي. السؤال اللي بعده What is the longest and heaviest bone in the body؟ انا لسه قايلها لك ان اطول عظمه في جسمنا واثقل عظمه في جسمنا هي عظمه الفيمر. Which of the following is formed of the least number of bones؟ من اللي قدامك ده هيكون اقل عدد من العظم. تعال نشوف الفوت انكل في كام عظمه؟ في 7 يا مستر. الفور ارم اللي هو الجزء ده في كام عظمه؟ في 2 اللي هم الالنا والريديوس. البيكتورال جيردل في كام عظمه؟ في 4، 2 كلافيكال و2 اسكابيولا. طب السكال في كام عظمه؟ 22 عظمه على حسب منهجك. يبقى احنا مين اقل واحد فيه عظم؟ هو الفور ارم اختيار بي 11. بيقول لك وات از ذا نمبر اوف بون ذات كونكت ذا ابنديكولار سكيلتون وذ ذا اكزيال سكيلتون. عايز يعرف عدد العظم اللي هيوصل لي الابنديكولار سكيلتون بتاعنا مع الاكزيال سكيلتون. مين الاكزيال سكيلتون؟ هو يقصد من الاخر الفيرتبرال كولوم. احنا بنوصل الاطراف بتاعتنا بالفيرتبرال كولوم عن طريق مين؟ عن طريق المفاصل او الجوينتس. انا عندي دراعين الاثنين متوصلين بالفيرتبرال كولوم او الاكزيال سكيلتون عن طريق الشولدر جوينتس اللي هم فيهم كام عظمه؟ عندي 2 كلافيكال و2 اسكابيلا. طيب ورجلي الاثنين يا مستر؟ برضو متوصلين عن طريق البلفيك جيرد اللي هو ده برضو جوينتس، وقلنا ان هم عباره عن عظمتين اللي هم بنقول عليهم هاف البلفيك جيرد اللي ممكن نديهم اسم تاني الهيب بون. يبقى احنا عندنا عظمتين تحت بيوصلوا لي الرجل مع الاكزل سكيلتون، وعندي 4 عظمات فوق بيوصلوني ايديا مع الفرتبرال كولوم او الاكزل سكيلتون. يبقى الاجابه هنا 6
عظمان. More than half the number of body bones is present in the ear. بيقول لك اكتر من نص العظم موجود فين، اكتر من نص العظم اللي موجود في جسمي يعني موجود فين بالنسبه للاختيارات. انا عندي 206 عظمه، نصهم كام؟ 103. عايز يعرف مين من الاختيارات قدامنا دول هيكون مجموعهم بيمثل اكتر من نص العظمه، اكتر من ال 103. الجيردلز مع الريبس، انا عندي مين؟ عندي البلفيك جيردلز وعندي البيكتورال جيردلز اللي احنا لسه قايلين عليهم 6 عظمات، والريبس هم 24 ريبس يعني دول 30، يبقى ده مش النص اصلا، يبقى ده غلط خالص. 2 upper and 2 lower limbs يعني 120 عظمه، 30 في دراع اليمين و30 في دراع الشمال و30 في رجلي اليمين و30 في رجلي الشمال، يعني 120 عظمه، فدول اكتر من النص، يبقى هي دي المفروض تكون الاجابه. حتى بص تحت كده vertebral column and ribs يعني 33 plus 24، ده مستحيل يكون النص برضو او حتى اكتر منه. vertebral column 33 مع الجيردلز اللي هم السته برضو 39، يبقى الاجابه الصح هي بي، هي اللي تنفع. السؤال اللي بعده رقم 13 واخر سؤال بالنسبه لاسئله المعاصر، بيقول لك which of the following statements is applied to the opposite bone. انا عايز اشوف ايه هي البون وبعد كده هنشوف ايه الوصف اللي هو قايل. من الكتاب بتاعك او من ملزمتك انت عارف ان الفيمر بون انا اديتها وصف معين، ايه هو؟ ان هي اللونجست بون، اطول عظمه، هاز اهيد، عندها راس، الراس دي راكبه فين؟ راكبه في الاسيتيبيولم اهي، تمام. وقلنا ان في نهايه العظمه عندي تو بروتروجن اللي هيركبوا مع الشنك، يبقى هو ده الوصف اللي ينطبق على الفيمر بون، يبقى دي الفيمر بون يا مستر. تعال نشوف اول اختيار، هل هي بتقول لك it forms the upper part of the upper limb، هل هي بتمثل او بتكون الابر بارت من الابر limb؟ لا دي عظمه اسمها الهيومرس اصلا، وبعدين ده بيقول لك upper limb يعني مستحيل تكون هي. تعال في اختيار بي it forms the upper part of the lower limb، ده صح، هي بتكون او بتمثل الجزء العلوي بالنسبه للطرف السفلي اللي هي رجلك الحته اللي فوق، يبقى الاختيار بي هو اللي صح. طبعا الاختيارات اللي بعديها بيقول لك ان هي بتفورم بارل بون تو ات ا بارت اوف ذا ابر ليمب، برضه غلط، ولا بارل بون لللور ليمب. سورسز والاي كي بي، هشوف اول سؤال فيها بيقول لك ذا فوت اند انكل كونسيستس اوف كام بون، ده 26، ده كان موجود في اول برضه الهوم ورك اللي فات. اسيتيبيولم از بارت، الاسيتيبيولم ده قلنا ان هو كافيتي موجود في البلفيك جيردل عشان خاطر ان الفيمر تركب فيه وتكون لي حاجه اسمها الهيب جوينت، يبقى الاسيتيبيولين دي موجوده فين؟ موجوده في البلفيك جيردل. رقم 3 ذا بلفيك جيردل كونسيستس اوف تو ايدنتيكال هولز ذات فيوز توجذر فنترالي ات اي، بيقول لك البلفيك جيردل هو عباره عن نصين متماثلين شبه بعض بالظبط، هيجوا من قدام هيحصل فيوجن ما بينهم او هيمسكوا عن طريق غضروف في النص كده، والمنطقه دي احنا بنسميها ايه؟ بنسميها البيوبيك سيمفيسس. All the following are from the pelvic bone except mean، بقول لك كل العظم اللي قدامك ده من البلفيك بونز، احنا قلنا ان البلفيك هو بيتكون من نصين، كل نص بيتكون من ثلاث عظمات فيوزد مع بعض في عظمه واحده اسمها الهيب بون. طب ممكن تقول لي ايه هم الثلاث عظمات؟ عظمه في ناحيه الخلف اسمها الدورسال بون اللي هي اسمها الاليوم، وعظمتين من ناحيه الفنترال، واحده فوق اسمها البيوبس وواحده تحت اسمها الاسكيب، يبقى البلفيك جيردل بتاعنا بيتكون من ثلاث عظمات اسمهم ايه؟ اليوم، بيوبيك، واسكيم. يبقى الحاجه الوحيده اللي مش هينفع تكون البلفيك بون هما الفيمر. السؤال اللي بعده رقم 5 بيقول لك the number of bones that enter in the structure of the hip joints، عدد البونز اللي هيدخلوا في الاستراكشر بتاع الهيب جوينت. مين الهيب جوينت؟ ده المفصل بتاع الفرد اللي هو بيتكون من ايه؟ من البلفيك بون والفيمر. البلفيك بون اللي هي الهيب بون اللي هم تلات عظمات فيوزد مع بعض، فبنقول عليهم يا هاف بلفيك جيردل، يا بنقول عليهم هيب بون، يا اما بنقول عليهم البلفيك بون، كل ده عظمه واحده بس، تمام. يبقى هيتكون من الهيب بون زائد مين؟ زائد الفيمر. يبقى الهيب جوينت بيتكون من كام عظمه يا شباب؟ عظمتين، اللي هو هيبقى اختيار بي. الرقم 6 بيقول لك الكاليكنس كونسيستس اوف اي بونز، سؤال سهل بس ممكن الكلمه انت ما تاخدش بالك منها. الكاليكنس موجوده عندك هي عباره عن الانكل ريجون اللي موجوده في الرجل، بتتكون من 7 عظمات، اختيار بي. السؤال اللي بعده رقم 7 foot phalanges differs from the hand phalanges in length، what is the effect of this، بيقول لك ان الفوت phalanges او العقل اللي موجودة في رجلينا مختلفة عن العقل اللي موجودة في ايدينا،
في اللينس، فده بيفرق معانا احنا في ايه؟ هل ان ده بيزود القدرة بتاعت ايدك ان هي تمسك او تمسك اي حاجة يعني؟ اه طبعا، يعني الفرق معانا في الفالانجز اللي بيخلينا نعرف نمسك كده هي ايه؟ فكرة اللينس بتاع الفالانجز. طب ويكنس اوف الجريبنج؟ لا طبعا مش ويكنس، ده هو مديها سترينث اصلا. سترينث اوف جريبنج ثينجز ان فود برضه غلط، مفيش حد بيعرف يمسك برجله الاشياء بس طبعا القرود. سترينث اوف جريبنج ثينجز ان هاند ان فود برضه ما ينفعش طالما قال هاند. يبقى الاجابه هنا اختيار ايه؟ ذا اوبوزيت فيجر illustrate a هيومن ليج بون اندر اكس راي سو ذا بون انديكيتد باي ذا ارو ريفيرز تو ايه؟ ركز معايا، بيقول لك ده اكس راي او اشاعه احنا عملناها الرجل مريض مثلا، عايز يعرف هي بتمثل ايه. احنا عارفين ان احنا عندنا في الرجل عندنا عظمتين، عظمه تخينه موجوده ناحيه الانر اسمها التيبيا، وعظمه رفيعه موجوده ناحيه بره اسمها الفيبيلا. فانا عايزك تقول لي هي العظمه اللي مشاور لك عليها دي ناحيه اكسترنال ناحيه بره ولا ناحيه جوه؟ اكيد ناحيه اكسترنال اللي هي الفيبيلا، اللي هي شكلها رفيع او صغير حتى مش باينه كلها في الصوره. طيب يبقى احنا هنستبعد الاختيار بي وهنستبعد الاختيار دي. طب انا عايز اعرف هي بتمثل الابر ليمب ولا اللور ليمب؟ موجوده في رجلك، فطبيعي فين؟ في الطرف السفلي اللي هو اللور ليمب. يبقى الاجابه هنا سي. رقم 9 بيقول لك what is the reason for the ability of the gripping things in hands and inability in food. بيقول لك ايه السبب اللي يخليني اقدر امسك الاشياء بايدي وما اعرفش امسكها برجلي؟ طبعا المسافه اللي ما بين الثمب وما بين باقي الصوابع هي اللي بتخليني اقدر امسك. حتى بص انت شكل ايدي لما اجي امسك حاجه هي اللي بيفرق معاها وجود الثمب في مسافه ابعد، فده هيبقى اختيار ايه. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لك if you know that the opposite figure shows the posterior aspect of a knee joint then which of the following expresses the figure. بيقول لك ان ده شكل الركبه بتاعتنا بس من ورا، هو واقف ورا كده ومصورها من ظهرها. طب انا يا مستر لو مش كاتب لي ان ده البوستيريور بارت وجايب لي الصوره هعرف؟ اه هتعرف. شايف الشكل الابيض اللي موجود في الفيمر ده؟ باين عندك اهو، واضح كويس قوي. حتى كمان عظمه الفيلا موجوده كلها باينه قدامك الراس بتاعتها. طب لو مصورها لك من قدام، لا هيبان حته صغيره من الفيبيا وبرده مش هتشوف البياض اللي انت شايفه في الحته دي كده. يبقى انا كده كده هعرف حتى لو هو مش قايل لي في السؤال. فهنا بيسالك then which of the following expresses the figure. هو اصلا بيقول لك الني جوينت، يبقى اي حاجه فيها upper limb انا هستبعدها. دي مكتوب upper limb، دي موجود upper limb، يبقى انا هحصر نفسي في الاختيارين دول. هل هي رايت ولا هل هي ليفت؟ انا هقف كده اهو وانت قول لي دي رجلي اليمين، ايدي الشمال اهي لابس فيها الساعه، رجلي اليمين اهي، يبقى هي دي ناحيه الرايت. لو انا بقى مش عارف اعمل كده انت بتعمل عكس اللي انت شايفه في الورق. What is the total number of bones in the post lower limbs of the man. عايز يعرف عدد العظم، total عدد العظم اللي موجود في اللور limbs الاطراف السفليه بتاعتنا اللي هي رجلينا الرجلين الاثنين، فيها كام عظمه؟ فيها 30 عظمه كل رجل، ف 30 في 2 هيديك 60 اللي هي اختيار سي. السؤال اللي بعده the dorsal bone of the pelvis is. احنا قلنا عندنا كام عظمه في البلفس؟ 3، واحده اسمها الاليوم دي موجوده ناحيه ورا دورسال، واثنين موجودين فنترال، واحده فوق اسمها البيوبس، واحده تحت اسمها الاسكيوم. فبقول لك مين الدورسال بون؟ هتقول له هي الاليوم اللي هي اختيار سي. بقى رقم 13 مديك جراف وبيقول لك if the two graphs 1 and 2 تمام represents the connection of the axial skeleton to the appendicular skeleton. بيقول لك ان ده او الجراف 1 و 2 دول بيمثلوا الكونكشن بتوين الابنديكولار والاكزيال. طب اعرف منين الابنديكولار والاكزيال؟ كمل السؤال وانت هتعرف. بيقول لك and if A represent the vertebral column in both graphs. بيقول لك ان A ده هيمثل الفيرتبرال كولوم في البوث جرافس، معنى كده ان ده الاكزيال سكيلتون يا مستر في الناحيتين. حلو قوي، يبقى ده هو اللي قايل لي اصلا ان هو vertebral column في السؤال وده اكزيال. حلو كده. Then what do each of y, x and p represent in both graphs from right to left respectively. يعني انت لما تيجي تجاوب جاوب لي من اليمين الاول from right to left.
حلو، يبقى تعالى واحدة واحدة يا مستر. قول لي انت قلت لي في الجيفن هنا ان ايه ده هو الاكزيال سكيلتون، تمام، وان الجراف ده كله على بعضه بيمثل الكونكشن بتوين الاكزيال سكيلتون والابنديكولار سكيلتون. طب انا عايز اعرف هو ده ابر ليمب ولا ده لور ليمب ولا مين فيهم الابر ومين اللور؟ قال لك اعرف من هنا. اعرف من هنا ازاي؟ ادي واي يا حبيبي وادي اكس، اكس عاملها اطول من واي. تفتكر ليه؟ مش انت عارف ان الدراعات بتاعتي متوصله بالاكزيال سكيلتون عن طريق الشولدر جوينت، وان الشولدر جوينت او البيكتورال جيردل بتاعنا ده بيتكون من 4 بونز، 2 كلافيكال مع 2 سكابيولا، تمام انت قلت كده يا مستر. طب ورجلي متوصله بظهري او بالفيرتبرال كولوم بتاعتي او الاكزيال سكيلتون عن طريق مين؟ قال لك عن طريق البلفيك جيردل. طب والبلفيك جيردل ده بيتكون من كام عظمه؟ 2. يبقى الاكتر هو البيكتورال جيردل عشان انا محتاج 4 عظمات، لكن البلفيك انا محتاج عظمتين بس. يبقى واي هنا يا مستر هي البيكتورال، تمام، واكس هي مين؟ هي البلفيك. طب وبي؟ قال لك بي بقى في الحاله دي هيبقى اللور ليمب، وفي الحاله دي هيكون هو مين؟ الابر ليمب. يا ده انا ما اعرفش، هو بقى على حسب. تعال نشوف الاختيارات. بيقول لك واي بلفيك جيردل، طبعا خلاص دي غلط. اكس سبكترال جيردل برضو دي غلط. بي ثراسيك كيد برضو غلط، تمام يا شباب. طيب تعال هنا واي بقى بيقول لك واي بلفيك جيردل اكس سبكترال جيردل والبي اللور ليمب اونلي. هل ينفع بي تبقى اللور ليمب بس؟ لا، وبرضو واي مش بلفيك. احنا قلنا ان واي هي البيكتورال، وانا بجاوب هنا على حسب طلبه في السؤال، بيقول لي فروم رايت تو ليفت، فلازم اقول دي الاول بعد كده دي. فمعنى ان تقول لي ان واي هي بلفيك جيردل برضه هستبعدها من الاختيارات. طب تعالى هنا بقى، في الاثنين دول قال لك ان واي بلفيك بيكتورال جيردل، في الاثنين دول قال لك ان اكس هي البلفيك جيردل، لكن تعالى بص بقى هنا بي قال لك ان هي هتبقى الابر ليمب. طب انا لو اعتبرتها هنا الابر ليمب تنفع؟ طب هنا هينفع اعتبرها الابر ليمب؟ ينفع ان ده البلفيك جيردل يوصل لي الاكزيال بالبلفيك بالابر؟ لا طبعا ده غلط. فهيبقى الاجابه اللي صح هي اختيار دي اللي هو فيها بيقول لك ان واي هي البيكتورال جيردل واكس هي البلفيك جيردل وبي ممكن تبقى الابر ممكن تبقى اللور في اي حاله من الاثنين. ده كده السؤال ده هو شكله ملخبط شويه بس هو سهل. Can you identify the correct sequence for the following pawns if they are arranged from two to head؟ عايزك ترتب لي العظم اللي قدامك ده من التو، التو اللي هي صوابع رجلي من تحت، والهيد اللي هي الدماغ. يعني عايزك تقول لي من تحت لفوق مين اول عظمه هقابلها وانا طالع من تحت؟ الفيمر، ما هي العظمه اللي هي بتاعه الايه؟ الفخذ. بعد كده هقابل مين؟ البلفيك اللي هو الحوض. بعد كده اما اطلع بقى فوق خالص هقابل مين؟ السكابيولا، لان هو قال لي رتب لي من صباع رجلك لحد دماغك من تحت لفوق. يعني انا اول حاجه هاخدها معايا ال، بعد كده الكي، بعد كده الام. يبقى ال كي ام دي هتبقى موجوده في اختيار سي بس. رقم 15 بيقول لك children sing a song that goes head, shoulder, knees and toes. If they sang the names of the pawns, it would be A in order. عايزك بالترتيب. أنا عندي طفل بيغني أغنية قال فيها head, shoulder, knees, toes. حلو كده؟ قال لك if they sang the name of the pawns، لو إحنا بدلنا الكلام ده بأسامي العظم، هقول مين الأول؟ طيب هل هينفع أقول هيويد استرنال؟ الاسترنال دي اصلا لا موجوده في الشولدر ولا حاجه، فانا هستبعد ده خالص. هل ينفع اقول كرانيال مكان هيد؟ ينفع. هل ينفع اقول كلافيكال مكان شولدر؟ وارد. تيبيا مكان النيز، برضو دي احنا عندنا عظمه اسمها عظمه الباتيليا اللي موجوده هنا، فبرضو ده مش هينفع. تعال نشوف الاختيار ده. هل ينفع اقول كرانيال مكان هيد؟ صح. هل ينفع اقول سكابيولا مكان شولدر؟ صح جدا. ينفع اقول باتيلا مكان النيز؟ برضو صح جدا، اللي هي الني كاب او صابونه الركبه اللي موجوده قدام مفصل الجوينت عشان يعمل له بروتكشن، وكمان عشان يعمل دايركشن للموفمنت، يبتدي وانت بتحرك ايدك رجلك لقدام. وممكن نقول مكان الصوابع بتاع الرجل فالانجس، يبقى احنا اكيد اختيار سي هو اللي صح.
طبعا ده سؤال يجي لعيال من كيجي ما يجيلكوش عشان انتوا دماغكم اكبر من كده بكتير. The bone of the pelvis that is anterior and ventral. بقول لك البون بتاعت البلفس ده اللي موجوده anterior وventral. احنا قلنا عندنا كم عظمه في البلفس؟ 3 يا مستر. واحده ورا، واحده دورسال اسمها الاليوم، واثنين فنترال، واحده من فوق اسمها البيوبس، واحده من تحت اسمها الاسكيوم. هو بيسالني عن مين؟ هو بيسالني عن الانتيريور والفنترال اللي هي اسمها البيوبس. هي اسمها البيوبس اللي هي اختيار اي. بيقول لك upon that it that lies in front of the knee joint called العظمه اللي موجوده قدام المفصل بتاع الركبه بتاعتنا اسمها ايه؟ اسمها الني كاب، او بنقول عليها الباتيلا اللي هي بالعربي صابونه الركبه. vertebrae are connected and attached to iliac bones. عايز يعرف مين من الفقرات دي اللي هتبقى متوصله بالاليك بون. مين الاليك بون؟ الاليك بون اللي هي الاليوم اللي هي العظمه اللي موجوده ناحيه ورا في البلفيك جيردل، فدي اكيد هتبقى متوصله مع السكرم اللي هي اختيار بي. طر بقول لك ان في دايجرام اهو وهنبتدي نحل احنا عليه، هنكتب ده مش اختيار ولا حاجه. بقول لك ان ده الاوت لاين بتاع الابيديكولار سكيلتون او الجهاز الطرفي بتاعنا. بقول لك ويتش نمبر انديكيتس الفالنجس. الفالنجس مين يا شباب؟ العقل. مين اللي هيقولها؟ اهو هو ده الفالنجس اللي هي هتبقى واحد. طيب ويتش نمبر انديكيت ذا اليوم. عايز يعرف مين بيمثل عظمه الاليوم. ما هي يا شباب عظمه الاليوم اهي، هي العظمه اللي ورا دي وفي عظمتين من قدامهم، واحده فوق وواحده تحت. مين اللي فوق؟ دي البيوبس. مين اللي تحت؟ دي الاسكيم. انا بسالك عن مين هنا؟ بسالك عن الاليوم اللي هي اختيار 5. السؤال اللي بعده ويتش نمبر انديكيتس ذا سكابولا. مين السكابولا؟ دي العظمه اللي موجوده في الشولدر اللي شكلها تريانجلر شبه المثلث موجوده من ورا اللي هي اختيار 4. السؤال اللي بعده بيقول لك ويتش نمبر انديكيتس التيبيا. مين التيبيا؟ دي العظمه اللي موجوده في الشنك بس اللي ناحيه جوه ناحيه الانر العريضه التخينه اللي هي مين؟ القصبه اصلا اللي انت بتخبط فيها بتوجعك اللي هي رقم 7. السؤال اللي بعده بيقول لك ويتش نمبر انديكيتس الهيوميرس. مين الهيوميرس؟ العظمه اللي بتوصل ما بين الجوينت اللي فوق بتاع الشولدر للجوينت اللي تحت اللي هو بتاع الالبو. العظمه اللي بتوصلهم مع بعض هي عظمه الهيوميرس اللي هي اختيار رقم 3. السؤال اللي بعده بيقول لك ويتش نمبر انديكيتس الفيمر. مين من اللي قدامك هيمثل الفيمر او عظمه الفيمر اللي هو اختيار 6 اللي هي اطول عظمه في جسمنا، اللونجست اند هيفيست بون ان ذا هيومن بودي اللي هي رقم 6. السؤال رقم 20 مديك دايجرام اهو بتاع البلفيك جيردل، بيقول لك ويتش ليتر ريبريزنت الاليوم. سالنا عليه كتير انت ما ينفعش تغلط فيه بعد كده، اللي هي 6 الموجوده ناحيه الدورسال اللي هي اكس اختيار اي. السؤال اللي بعده على نفس الدياجرام عايز يعرف مين هي الاسكيوم. في ناس تقول عليها الاسكيوم، قولها زي ما انت عايز بس اهم حاجه تحفظها هي الموجوده ناحيه الفنترال بس تحت، تمام؟ اللي تحت دي اللي هي ليتر زد، تمام؟ طب مين دي يا مستر؟ دي البيوبس. خد بالك اهو، ادي بيوبس وادي بيوبس، نسكن مع بعض عند حته هنا اسمها ايه؟ البيوبس سيمفيسز. ده احنا عرفنا كل العظم كده، اليوم بيوبس اسكيوم. هنا بيسالني عن الاسكيوم فهي اللي هتبقى قدام تحت زد. السؤال اللي بعده رقم 21 ذا دياجرام بروفايد ا سمبليفايد اوت لاين اوف ذا بيلفيك جيردل ويتش ليتر ريبريزنت الاسيتيبيوم. مين اللي هيمثل الاسيتيبيوم؟ الاسيتيبيوم هي التجويف او الفجوه اللي هيركب فيها الفيمر عشان يعمل لي مفصل الفخذ اللي هي اختيار واي. كبيرسون هاز one of their lower arms removed in a procedure known as amputation. بيقول لك ان في شخص حصل له ازاله لللور ارم. مين اللور ارم ده؟ الحته دي كلها لحد تحت، شلنا الحته دي كلها في عمليه. عمليه دي اسمها ايه؟ عمليه الامبيوتيشن اللي هي بالعربي عمليه بتر، تمام؟ after this what will be the total number of wounds in the appendicular skeleton. انا عارف ان الابنديكولار سكيلتون بتاعي 126 عظمه، حلو كده؟ متقسم ازاي الابنديكولار سكيلتون مش مهم، خلينا في الدراع بتاعنا اللي احنا عملنا فيه العمليه. مش انت عارف ان الدراع فيه 30 عظمه؟ انا باجي اقول لك انا شلت كل ده، شلت ده الحته بتاعت اللور ارم دي كلها، معنى كده ان انت ما فضلكش غير ايه؟ واحده بس من ال 30. يعني انا شلت كام عظمه؟ شلت 29 عظمه من ال 126.
اعمل ماينس كده يا شاطر هتلاقيهم 97 عظمة. الإجابة بتاعتك هتبقى اختيار دي. Human have a total of A bones in both the wrists and in hands. And hands. عايز يعرف عدد البونز اللي موجود في الريست والهاند. الريست اللي هو ده والهاند. عندي 27 هنا وعندي 27 هنا. تجمعهم هتلاقيهم 54. اللي هي إجابة B. The whole lower arm is connected to the upper arm through the mean. اللور arm ماسك مع الأبر arm عن طريق مين؟ مين ده؟ الكوع اللي هو الالبو جوينت. ولو جالك في الاختيارات هنا هنج جوينت هنختاره اختيار دي. السؤال اللي بعده رقم 24. Are a long slender bone with double curvature. يعني عظمة slender دي معناها thin أو معناها رفيعة. بون وذا دبل كيرفتشر فيها وجه من ناحيتين كده. مين فيهم؟ الكولر ولا الشولدر؟ طبعا الشولدر بون اللي هي السكابيلا دي شكلها مثلث. الفيمر ما فيهاش كيرفتشر اساسا دي ثين ولونج بون. والتارسلز هم راوند سمول بونز فبرضه مش هتنفع. الكولر بون هي الكلافيكال العظمه اللي موجوده هنا. يبقى ده كده اخر سؤال يا شباب وخلصنا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. طريق سلام انت سلام.